الكونسيرنز بتاعت الناس كلها اي ميديكال ديزيز هو واحدين البريفالنس انتشار المرض ايه واذا كان هو ديجنس ولا لا اللي هو المورديتي والمورديتي بتاعته. فكل ما المرض يبقى بريفالنت وكل ما يبقى ليه مورديتي عاليه او المورديتي عاليه يبقى يجي عدد في المدى الناس اكتر اصابه في اكتر اللي انت كان فيه زي السكيمر ديزيز والسيستيميشن برايمري هتلاقي معظم شغلنا كله كده. ليه؟ لان مثلا يوصل ل 30% من العيانين شغلك في مصر مثلا او في اي حته فعلا سكيمر يليها بعد كده بانجلور او بره مصر كارديو في مصر بانجلور تمام كده. فهو علاقه قد ايه البريفنس اوف ذا ديزيز في البوبيليشن هو اللي بيحدد اهتمام الدكاتره بيه كاي حاجه في الدنيا تمام. عشان كده الدرجه دي مهمه مش كومن فالناس مش كتير بتبقى كونسرن بيه. وتلاقي يسالك مثلا في الماجستير او الدكتوراه على الدرجه دي ما حدش عارف. انا ساعات بعض التيومرز بتجي لازم الفايس دي تعمل مره لو ده يعني مش بدرس كل يوم يعني انت ممكن يعني انا شوف من اول ما شغال 15 سنه شفت من اول ما اشتغل لغايه دلوقتي 3 من تيومرز 15 سنه يعني واحده كل 5 سنين. فدي نسبه الى اللي انت تبقى عارف كل ده في مره ايه اللي هو كومن. طب باي تيومر عارف حاجه مش شفت غير الفايس ده مره وكان ديفينشن ده حاجه ثانيه اقول في تيومر كتير. فعشان كده هو ديزيز كومن ودي معلومه مهمه فيه بس الداتا فيه مهمه جدا عشان لما يجي برزنتيشن لي او عيان بقى نورمال برزنتيشن عشان شايفين ان دي نفكر فيه وما فيش مشكله اللي انت لما تبتدي تشوف حاجه ترجع تقرا تاني مره واثنين وثلاثه وتخش ترجع للريتش الساينس ما بيعرفش مش معقوله تاخد معلومه مره تقدرش اشرح بيها تمام. تاخد معلومه بيزك وتفهم الكارد تيومر ده كان بيتكلم ازاي وبعد كده مع الوقت تبتدي تابديت الداتا بتاعتك وتشوف يعني المعلومات على كل حاجه بتشوف. نبتدي في كارد تيومرز طيب اي تيومرز في الدنيا من المصادر الجينيه هي كانت بتقسم برايمري وسكندري صح كده؟ برايمري اللي هي بتطلع مكان نفسه وسكندري جايه من حته ثانيه. حد فاكر السكندري كانت بتيجي ازاي؟ اللي هي كانت طريقه؟ متاسس لا هي كانت روت اوف سبريت دايركت ديفيجن ولينفاتيك بلاد حلو قوي دايركت ولينفاتيك فشل شويه. طب بلاد في الهارت ازاي؟ ممكن يجي ازاي الهارت؟ لا لا في كام بلاد سبلاي للهارت يعني تيجي للهارت منين؟ فينوس سيتر فينوس سيتر للهارت كام فينوس سيتر؟ ده اسمه سيستميك فينوس سيتر. وايه تاني؟ بالمونري فينز ممكن تيجي سيستميك ممكن تيجي بالمونري فينز من اللانس ممكن تيجي من الارتيريال تخش بالمونري فينز نفسها طريق كورونيس يبقى ليها ترانس ارتيريال وترانس فينوس. ترانس فينوس ده اساس السيستميك وايهني وبالبلمونري تمام كده زائد الدايركت زائد الليمفات. واي برايمري تيومر الجزء الثاني بيتقسم ايه بنرايمري من الكاسيشن على البلاسيس ولا التيومر. طيب اي حاجه انا عملها هايلايتنج هي دي المعلومات اللي انا عايز تطلع بيها النهارده لما احط يعني انت تسمع دلوقتي انا عامل تاسكين سلايد مش اكيد مش هتطلع مع حضرتك راح سي سي سلايد او معاك داتا بس في داتا عايز اتحفل في دماغك اللي هي محفوره في دماغي اللي هي محفوره في دماغ اي حد الداتا دي لو بس انا قررت يوم انت ساعدتني عليها بعد كده. فاي حاجه تاني هايلايت في السلايد دي مهمه. فاول معلومه اللي السكندري مهم عن البرايمري كم مره 30 ل 40 مره. طب هي السيستم ده بنشوفه احنا بنقول اللي بنشوفه اكزوم السيستم ده بنشوفه احنا كارديولوجيست هو مش رير هو كل التيومرز رير قد ايه نسبتها 1 في 1000 2% النسبه رينج من السيستم مختلف او الريتش مختلف بترينج ممكن على كل 1000 كارديولوجيست دي اقل نسبه واعلى نسبه 2 كل 100 تمام كده او نقول 1 في 1000 عشان ما نتلخبطش 1 في 1000 خلاص كده. ده كل الكارد تيومر كلها انواع اذا زي ما انا قايل ماشي السكند فيها 30 ل 40 مره اكتر من الرينج مش فاكرش كلنا عارفين اكتر سكند تيومر من اللي بيجي لنا بس اللي بيجي في الكارد اللي بيعمل بالظبط كده. طب احنا نشوفه لان ده هو بيبقى جزء من الديزيز اوريجينال
فغالبا العيون بيبقوا ان سي جي عشان نظام سكس الظهر ما بيحوش بالفلفل الجنينه عشان نشوف في اي اكله اوتوبسي بعد ما العيون يموت ويجيبوا كده نشوف الظهر يلاقي عايز بص اوف تيوم فعشان كده ما نشوفش عشان هو ممكن على الرنين كان نشوف برنامج اكتر فاهم ازاي؟ فانت ده تخيل الجوما يقتل الجوما عشان حاجه السكس ده اكتر حاجه تمام كده؟ البرايمري تيومر بقى نص زيبس بنعم 95% و25% تمام؟ كلهم طبعا اليوم اساسا كومبليكيشن وكلهم معظمهم كيور بالذات بنعم لكن كان طبعا بيبقى انستيج ورابد دروسنج و المرتجات تبقى عاليه. طيب شويه اسماء بنعم تيومر برايمري تيومر اهم حاجه زي ما انتوا قلتوا لوكو نجزوما احنا قلنا ان النايم كام في الميه؟ 75% كل التيومرز النجزوما 50% من 50% لل البنايم دولت 75 نجزوماز انا اسف انتوا تعرفوا حاجتين مهمين قوي نجزوما والرب المايوما طب الرب المايوما عشان 2% دي تبقى مهم لان هي موسكيو كومن تيومر في انفلتيشن لما التيومر يجي في ايدج معين بيبقى مهم يعني مش هيجي لك طفل صغير عنده مثلا نجوم لا هيجي لك عنده رب مهم وعنده ماس جوه الظهر هتبقى مصري رب مهم فعشان كده مهم ان انا اعرف رب مهم في حاجات ثانيه ستن كوما بعد نجوم هو لايكوما واللي مشهور عشان دي ديفينشن مشهور وسهل التشخيص هو دايما الحاجه المشهوره بتبقى سهل التشخيص ناس بتعرفها اكتر البابلاري فايبروسيستو لانها بتبقى عامله زي فيجيتيشن لايك كده او فايبروسيستس موجوده على الليفل بتاع الفلف تمام كده فبنشوفها فبتخش في جينز زي جينز اذا كان جيشن في حاجه اسمها لامبل اكسسنس في فيريوكس اندور بارادايس في كذا حاجه كده جينز للليفل بتاع ماس تمام كده فدي مهمه قوي عشان تبقى في فرق مهم ده بالنسبه لايه للبنايم يبقى عايز اعرف ميكسوما رب المايوما في الاطفال لايكوما بابل الفايبروسوم اي حاجه بقى تحط بعد كده في الرومي نشوف اي حاجه والارقام مش مهمه انا عايز اعرف في رقم 50 ورقم تقريبا 50% من الرقم ده في الشيلد وده 50 يعني 50% في الاثنين احفظ الرقم ثابت يعني لو لقيتوا ارقام متعدده ومختلفه قربها دايما تحفظها يعني لما تقعد تحفظ 46 هتنسى فانا اسمع رقم 50% 50% رقم 50% خلاص كده ده يسهل عليك طيب المالينت الموسكوما مالينسي برايمري تيومر هو طبعا الموسكوما خالص سكتز لكن البرايمري تيومر هو الانجيو ساركوما 30% من الحالات وتيجي برضه الرب مايشركوما عشان هي في الشيل ان هي الموسكوما تمام كده وبعد كده المشهور برضه عشان ريكارد من ميزوسيوما زي ما في ميزوسيوما في الفلور في ميزوسيوما في البريكارد لان هي بتطلع من الجيسيز اللايننج السيريوس كابيتس دي تمام طيب هتلاقي المقطع ماشي بشكل متفق بقى اكتر من دلوقتي وانا بقول ايه تيومر تيومر الاولى لا تيومر تيومر مش انا ضايع في ده انا في الوقت اللي انا منك عشان انا ده انا هقول سلايد كل واحده ولا انا بقول لك معلومه كل واحده وانا هاخد من تيومر اكتر من سلايد لكن هتلاقي بقيه التيومر بعد كل واحد سلايد ان انا عايز اعرف فيها معلومه لكن المهم ان تيومر قرر تيومر وعامل كلها ازازول حاجه واحده بتتقسم البروف مانيفيستيشن انتوا طبعا المانيفيستيشن اي هنا برضه عندنا جروب مانيفيستيشن هي سيستميك مانيفيستيشن او نون كارديك سيمبتوم بنسميها كونستيتيوشنال سيمبتوم بتطلع بتبقى ليه نتيجه التيومر ده بيفرز زي انترلوكينز جاما ميلوكينز حاجات تعمل سيستميك مانيفيستيشن اي سيستميك مانيفيستيشن هو فيفر ماليز يعني تشينجز في السي بي سي بقى عندي ليوكوسايتوزيس بوليسايسينيا هايبر جاما جلوبينيا دي اللي هي كونستيتيوشنال سيستم 1 شويه تاني جروب مهم قوي التيومر دي موجوده على الليفل
اسهل حاجه فيها حته دي كاش او الكاونتر نفسه بس تعمل دي بلوك. فالبلوك مهم جدا الاعراض دي في البولينج مانيفيستيشن. وبعدين نتيجه اللوكال افكت لو انت بتجي وانت كل حاجه جاي لها غير الافكت وده البوزيشن لوكال افكت نتيجه الكومبريشن على السراوندنج والبوليك افكت نتيجه التيومر ده بيتاتش لو في تاتس بيت تيومر هنا عندنا ممكن يتاتش سلوباي يعمل لنا سلوب مثلا ماشي كده. ولو في ميتاستاتيك ديزيز اصلا لو التيومر ده سكندري ميتاستاتيك ميتاستاتيك اوف ذا دايركت تيومر لكن الاساسيين اللي هم جنرال لوكال عشان ما ينساش والانبول تمام كده. طيب ايه السيستم ادمنستريشن؟ اول حاجه بتحصل ليه نتيجه التيومر ده في حاجات انت لوكين انتي مايوكارديال انتيجوزس تعمل لك فيفر فاتيك ماليس ودوس اللي هو الفاهم بتاع زمان بتاع الجنرال ريكشنز بيس. في حاجه مهمه في السي سي دي بانج وسايتوز ثرومبوسايتوز بوليسايسيميا اي صار ده سي اكتيفيتي اي حاجه جنرال بتاع صح. حاجه مهمه بقى جنب من بتاع ساعات في الجوز ماشي. حاجات دي مش بيها قوي جنرال ديزيز كونكتيف تيشو ديزيز كورونيك انفيكشن ستيت اللي هي فيها جنرال سيمبتوم دي. فالتيومر دي لك العيان تجي لك انا اخلي السيناريو بس على الكومن اللي ممكن يجي لك كومنتري او يجي لك كيس هقول لك بقى شويه بتاعت الجنزوم العيان يجي لك ازاي. طب ايه البول فينومينا؟ يا دي من الليب سايد يا من الرايت سايد صح كده؟ اللي هي دي من الليب سايد رايحه في الجسم تخش تخش السريبرال او الكاروتيد تعمل ستروك تخش الليسيميا تخش المزنتريك او الفيسل فيسل تعمل فارش صح كده. اي حاجه البرين هو اكتر حاجه انفولفد. ليه البرين اكتر حاجه انفولفد في كل اللي يعني مثلا لو عيان عنده ليفتريسوموس مثلا او اي اف انت فاكر هو مش ليه البرين هو كونسيرن ده كبير قوي. اول حاجه قبل اللي هو الاناتوميكال كونسيدريشن اهميته يعني قصدي الستروك الهيميبيشيا دي حاجه مهمه قوي يعني ممكن انا اجي له مثلا عاده الريفر فيسيشن الشخصيه اللي بيسكي انا بسمي مطروح او يبقى العيان سيب لكن الستروك لما بتقفل كورونا يعني كاروتا سيريشن العيان بيحصل له بيرمننت افكت صح كده؟ عشان كده ده احنا كونسيرن بيه. وعشان كده دايما دايما المشكله في الاي اف نقول لك ان احنا اجينست ستروك وكل مشكله ان ستروك. حاجات تانية مش شفتها بتحصل يعني شفنا ياما الاسكيميا وياما شفنا الزيتريك بس اكتر واحدة مور كومن هي البرين واكتر واحدة مهم مور كومن ليه؟ عشان هو الكاروتيد جاية في فوق القرش يعني انت متخيل الاسندنج اورتا وبعدين القرش فطلع الاسندنج اورتا القرش بيقابل جريد فيسل. جريد فيسل دي الفلو بتاع البلد بيغير فيها اي واحدة بتقابل فبسهولة جدا انت شغال اسطر كتير قوي العيانين في ايتروجينيك كومبليكيشن عند الستروك. ليه؟ لان الكاروتيد فيسل دي ان لاين مع الترومباي او الدريل اللي بتطلع من القرش اساسا او الاورتيك ليفت فسهل جدا تسيب الكاروتيد سيركيليشن وتسيب السيركيليشن. طيب لو رايت سايد تيومر يروح بالبلمونري يعمل بالبلمونريزيشن. طب في اختلاف بين البلمونري بزنس وبوتوت العداد اللي احنا عارفينها وبين التيومر واللايف في اللانس. في خلاف عادة التيومر الملاي في الجيوني لاتر عادة السروبوتك تبقى لاتر سبريدد تبقى يعني تروح كل مكان تبص لانك جاي هنا في ناحيتين يجي لك تقارير سي سي برمجه يقول لك في سروباي في البوست لانك في السجمنت برانشز وفي الميم يقول لك البوست ميم برمجه ارت في سروباي صح كده؟ وحاجه ثانيه هي ايديت ريزولف بالانتي اوجيشن. طبعا ده تيومر ده مش هيروح والاعراض مش هتحسن بسرعه فده اللي بيفرق عن البرمجه العادي. في كمان حاجه لما العيان يبقى عنده رايت سايد تيومر ويجي له بارادوكسال امبولايزيشن ده نتيجه ايه؟ بي اف او موجوده او اس دي نتيجه لما البرمونيا ارت بريشر بيعلى البي اف او دي بتفتح اكتر فيحصل رايت بريشر فيحصل له سيستميك امبولايزيشن من رايت سايد تيومر. فدي معلومه مهمه تبقى تحطها بارادوكسال امبولايزيشن ماشي كده؟ او كليك السيناريو اللي بيقول لك اه هتلاقي ميديال جي في مين؟ ما عندهاش ولا روماتيك ولا في فيتنتوك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 و
كوفيشنت وستروك. تمام كده؟ أو أمبولايزيشن، بوليك مانيستيشن. يبقى دي ويل
ميكزوما ده ممكن يجي كده كومنت ممكن يجي كده عيانه ميدي دي اتش خلاص كده هيقول لك اللي هي ما عندناش شومات مش نون وات ما عملتش اي بروسيجر كده ما عندهاش اي شيء كونفيكت اند دوبلز نورمال سايز يعني شيف وجاب ستروك ليه؟ لا انا بقول لك يعني عندها تبقى بقى برادوكسال او ليفت سايد تيومر من جوه يعني جوه دي اصلا اكسايتد هتعمل لك سيستم ستروك على طول. هي ايج من ديد في مين خلاص ولا هي روماتيك ولا هي انفيكتد انت ونورمال سايز سيستم هيقول لك ده ستروك. طب انت ايه الديفينشن اللي انت بتاعتك زي دي؟ ممكن يكون مشكله سيريبرال ده اساسا يعني عندها مشكله فوق ماشي لا تارجت عندها تارجت كيولوجي ممكن تكون بتخش بارتيزون اف ده كمان اكتر مش عارف البوتشات دي بقى ليش صح كده انت كل ده تكتبه والاحتمال المهم ما تنساش تكتب ليفت كروموسوم لان واحده من الاسباب هو ممكن يدوك لوزه ثانيه يقول لك بس على الاقل انت ممكن لان عالي لان انا جايب لون عالي وعندها بوليسايسيمي يديك حاجات جامده بتاعت كونستيتيوشن سيمبتوم فاهم قصدي؟ وبعدين بقى في الاخر خالص يقول لك على الاقل مثلا انا ماسك يعني ابتدى يبقى بيعملها لك لكن لو اكتفينا ان معاك غير لازم تحط في الديفرنشال دايجنوز ايه؟ ده البرمجيزيشن تي تي كان يكوز باي سايد تيومر وتبقى كاركترايز اللي هي يونيلاترال ودازنت ريزولف ويست تايم. اهو بينا كارديك ميكزوما الموست فريكوينت ستريتوز ان بولي فايندينج سبيشن ذا تيومر لي فيلا سيرس ده بيبقى حته صغيره بتديتش تمام كده الحاجات اللي مشهوره بالبولايزيشن برضه البيبراري 5 استوما انها بتبقى عاليه وهاي موبايل ففي فيلا ماتيريال بتديتش منها والهيمنجيومز والمالين تيومر طبعا كان اندوس. طيب احنا خلصنا كده ده ايه الكونستيتيوشن جنرال والانفضل والكارديو كونستيتيوشن قول اي حاجه تخيل هي طالعه من المجال او هتعمل ايه توبستراكت الفلو صح كده لو في الاورتا توبستراكت بتعمل سينكوب لو في المايتر بتعمل يعني تعمل زي المايتر شو مثلا بتعمل بالمونيتور صح كده. طيب لو ايه من السيستم ولا من دي نود هارد بلوك لو ايه من المايتر دي نقول اريزمي ممكن يحصل سينكوب او سادن كارديديس لو ايه هو المايتر نفسه صح كده اي حاجه لو ايه من ريكارديوم جنب الكارديا فيوجن ولا من جمامة هيموراجيك كارديا فيوجن تمرينات صح كده؟ يبقى الكارديا فيوجن انت ممكن مش محتاج تحصل حاجة فكر وشوف التيوم ممكن موجود فين يعني تخيل ايه اللي كان موجود فيه وكان ايه السلم اللي ممكن تحصل منه تمام كده عشان ما تروحش تحفظه كتير منهم او اساسا ما حاجه زي ده موجوده ده مش مشكله. انت لو جبت بقى في شويه حاجات في الساينس مهمه نحن نعرفها دلوقتي برضو هتلاقي معظم الساينس اللي انا تيجي ليه دي خلاص كده انا مخصوص بالتيومر فدلوقتي انا كان التيومر موجود في الليتيوم خلاص وقريب من المايكرو فالف ايه اللي ممكن نسمعه على المايكرو فالف وهنطبق ده على التيومر على دي الليفت هو الفلوم اللي الليفت بيتم امتى؟ ده يسوي بقى ايفنت امتى؟ ده الاسكول خلاص كده يبقى نسمع على الاسكول لو هو بيمبيد الفلو هيحصل ايه؟ ده الاسكول الميرمر هيبقى مختلف عن رمل الميرمر طبعا في مايكروسوفت كاركترستيك خلاص كده؟ ايه تاني؟ في حاجه مشهوره اسمها تيومر بلوب ايه تيومر بلوب ده؟ او بلوب يعني على حسب النقطه بتاعه ده عباره عن ساوند خلاص كده مكانه فين في الكارديك سايكل انتوا عارفين طبعا المكان المنطقه بين الاس 2 والاس 1 اللي انت تدرسوا فيها اصوات كتير قوي ايه الاصوات اللي انتوا عارفينها فيها؟ سير ده ساوند كورس عشان الاس 3 طبعا ان انت تكتب كده واحد اثنين ثلاثه اربعه ايه تاني؟ اوبننج سناب لا لا ساوند مش رارب مش اوكي مش ميرمر يعني والرب ده بيبقى باي فيزيكس وموفيزيكس الرب ده بتحصل مختلف بتاع ايه؟ البروسس سيستوليك ايفنت مش ديستوليك سيستوليك لان هو بيبلابس سيستول احنا بنقول ده ديستوليك ايفنت هو بيجي تيومر بلاد ده فين مكانه؟ بعد اوبن سناب وقبل الاس 3 لا لا هو لهم بعد اس 2 قبل اس 1 دي المرحله بتاعت الاس 2 فيها هي اوبن سناب اول ايفنت يحصل ده ترتيبهم في الاحداث يعني الانترنت بتاعتهم وبعدين تيومر بلاب وبعدين
الاس 3 اللي بيجي قبل اس 3 وبعد اس 4 وبعد اس 1 تمام كده. لا مش 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 على اساس ان انت المفروض لما تسمع صوت الكلام ده طبعا كله سيريك، انت لما تسمع صوت اصلا من اس 2 واس 1 لو زاد عندك جارد شويه كويس قوي لسه سامع صوت ثاني اساسا، يعني انت متخيل ان هو اصلا سمعته كام مره في المايك بتسمع طبعا كويس عندك كويس جدا لو وثانيا انت مش ضدقه الاوسكلتيشن النتيجه اللي الناس تسمع فريكوينت، فانت الفريكوينت اللي بتسمع مايك تشونز اسمع له الانستاب هاردلي، فانت تيور بلاب بيقول لك انت كان ابعد شويه الانستاب وابعد شويه الاس 3 اللي انت عارف هو بيجي يعني الاس 2 تمام كده. طب تيور بلاب بتحصل ليه؟ بيهبط في الليفلت او يوقف يعني خلاص بيمشي مع اللوب بتاع الغلط ونتيجه انتهاء الليدك بتاعها خلصت فيقف الوقفه الشده دي تعمل صوت اي كارديك ساوند اس 1 اس 2 هتلاقوا 1 و 2 سيف بس واحد على حسب الليتريتش يعني قبل الاس 3 مثلا تيجي جدا الراب داش في فينتريكل ستيف او في مشكله او ايه تاني ليه؟ لما هي هيجي جوش ولا على اللي في على اللي في ستيفول لا بس فور دي انترنت ايوه صحيح ايوه في اللي هو بين في جوش ايوه لا ده هو بيبقى فيه اللي هو الـ STPPKIP الـ STPPKIP ممكن تسمعها اللي هو الـ LV World Contraction نفسها في Simple Show مثلا فاهم ازاي؟ فأنا قصدي أي هارد ساوند أنت تسمعها هتلاقي فيه كذا سيري متفصلة تمام كده. فده التيومر دي بتبقى سيرين اللي هو يا إما التيومر بيخبط في الليفل أو الأدجيسنت أندوكاردين يا إما بيقف نتيجة الحركة بتاعته بتتشد بتاعته مع يعني يخلص كل ساعة لسه ما مشي فهو بيقف الوقفة دي تعمل صوت تمام لو في الرايت اتريوم هيعمل رايت سايد هارت فيلير طبعا وهيعمل في جي في بي ولو في الرايت فيلير هيعمل كمان حاجة اسمها كوزمو ساين. عارفين يعني ايه كوزمو ساين؟ كوزمو ساين دي واحد من البارادوكسال ساين المفروض مع الاسبيريشن يحصل ايه؟ تقل اللي هي كوزمو يحصل ايه بتاعك نتيجه ايه الارض بشرعي تمام كده؟ في نقطه كاركترستيك قوي برضه في التيومرز اللي هي موبايل صح كده؟ في جزء من العرض مش بيجربوا عليك سواء السينكوب او الديستين يعني انا هقول لك لما وطي انهك وبتاع العيان اللي عنده ليفت فينتريكل تيومر موجود قريب من الاي في فالف او اورتيك فالف والتيومر موبايل لو العيان خد وضع مع بوزيشن خلى التيومر فيه قرب من الاورتيك فالف عشان يجيله بوزيشن سينكوب فلو العيان جاله اعراض بوزيشنال ممكن تخليك تفكر انه ممكن يبقى تيومر تمام يعني بس يكون بالبرزنت سيمتوم مش اللي هو عيان مثلا لو بتاع الفاز بريشر بيقف فتره طويله يكون ما ده فاز بريشر سكوب لا يكون حاجه معينه مختلفه عن اليوجوال بوزيشنال تشينجز فيسيولوجيكال تشينجز يعني لا تمنع على جهه الشمال بس تقلب يقوم عليه او توطي تاني هجام فاهم قصدي ازاي؟ الحاجات دي مهمه في تيومر بوزيشنال مانيفستيشن باختصار يبقى ايه الكلينيكال برزنتيشن؟ كارديك ونون كارديك مانيفستيشن تعتمد على الليبراليزيشن وسايز اوف ذا تيومر وجنرال سيمتومز ودونت فورجيت الامبوليك مانيفستيشن ماشي الدياجنوز بقى ازاي نعمل دياجنوز سايز اوف تيومر؟
في حاجه مهمه قوي الايج بريزنتيشن دول بيخلوني افكر اذا كان هو اساس كارديو تيومر ولا لا، ولو كارديو تيومر ايه هو ايكو ترانسوسوجيكو الاي سي جي وشيست اكس ما فيهوش حاجه سيجنيفيكانت يعني ريد بتاعي عامل تشينج طبعا كل تيومر كده لكن الاي سي جي ممكن يحصل فيه كذا بيبقى ساعات نتيجه اللي هو افكتنج كونداكتيف سيستم ساعات جاي بيعمل هارد بلوك ساعات يعمل رسمه معينه في نقطة مهمة قوي هو الشوكر كاركترايزيشن يعني احنا موضوع الكاركترايزيشن بيضع تحت او بيقع تحت عنوان الامر اسمه ايه؟ كاركترايزيشن ميسز ايه هو الميسز انتوا عارفين؟ لا لا ما هو ده كاركترايزيشن خلاص ميسز كاركترايزيشن خلاص كده ايه دي ديفينشن ده مش كاركترايزيشن كاركترايزيشن جوم ولا جوم ولا كل حاجات ثرومبس ماشي فيجيتيشن بس حاول تشوف كده مش ده هما دول تنتو بس يعني الشومبس يا فيجيتيشن وبيعمل اهداده ديفينشن زي اللوكس واللامس وما اعرفش ايه و الكارتيوم هما دول ميسس يعني حاجات غير انا بقى ميسس دي يبقى كافيت يعني ما فيهوش ميسس لوكالايز زي ما موجود في بقيه الحاجات فالتيشو كاركترايزيشن كتير قوي بنعمل بيه في بعض الاحيان لو انا ما اتاكدنيش الاتاكش بتاع الجزوه مثلا للانترنت سيستم بتاع الفوس او بس نقعد نقول ايه سومس ولا ميجزوما لان سومس ليها مانجمنت كل واحد شيء بس ده لازم ده الفكر وده الفكر فمهم قوي اسمها تيشو كاركترايزيشن احنا ازاي بنعرف اذا كان دي ميجزوما احنا بنقول في الاخر مش ضروري كذا لان الفاينل في الاخر هو ايه؟ باثولوجي اما انا هقدر اعدي واحلل ايكو كارديوغرافي ده ده نعمل تيشو كاركترايزيشن تبقى ليميت خلاص كده على حسب الكوجينيستي والزماس اذا كان فيها كالسيفيكيشن ولا لا اذا كان فيها فاسكولاريتي ولا لا اذا عطريه هتاخد دولار في ستاز جديده بيقول لك عن طريق الاسترين ايميجنج عشان تفرق اذا كان ده كونتراكتايل تيشو ولا لاكس تيشو الاسترين ايميجنج عارفين في الايكو بيبقى واحد من الناس بعد الايكو يحصل فيها شورتنج ويونجيش فلو انت مثلا زي الفايبروما ده بيبقى على شكل وعامل زي الكارديو بالظبط بس الفرق فيه ان ما فيهوش الكونتراكتايل مايوكارديال سيلز فمش هتلاقي فيه كونتراكت فورميشن ورايتي موجوده في السترين فاهم قصدي ازاي؟ فهتلاقي فيه فيكس تيشو ما بيحصلش فيه لونجيشن وشورتنج فدي واحده مش كارديو طبعا انا اكسبيرينس كتير عشان يفرق الجزوما من ان الجزوما كود بيدي تشيك الصوره او الصور بس عشان تقدر تفرق بين تيومر من سومس بس صعب الفيجيتيشن عشان تفرق من الريد فايبر سومس صعب فمحتاج تشوف كتير وتشوف فيه شوكولاته عامل ازاي تمام كده بس الايكو من الحاجات جدا اللي فرق بيه طبعا ده مش اي حد بيعملها ده دي انا لقيت كده ده حاجه طب لو بتحط البروب بتاعك وبيبقى فيه بروجرام معين على الجهاز وبيبقى فيه اون لاين اناليسيس وفي اون لاين اناليسيس وبتشوف بالظبط بيحصل الانفورميشن بالبرد ده عامل زي ويبز كده فوت في الايكو يمكن لو خدت محطه ادفانس ايكو يوروا له البيت بتاع الاستريم والستريم ريت تعرف اذا ده شيء كونتراكت ولا لا يعني ده كبير ده جزء واحد في الايكو الاستريم ريت نوع من الانفورميشن بيوري حاجه مش دوبل يعني يقطع تحت مش دوبل السي سي والام ار اي بيبقى افضل شويه السي سي بالكونتراست انهانسمنت بتاعه والام ار اي طبعا احسن حاجه في الام ار اي بيفرق قوي الفات والمسل والاديما خلاص يبقى كل اللي فات ده انتدكشن انفورميشن عن التيوم هنبتدي ناخد هنتكلم شويه كتير عن الجزء والباقي وان خصوصا المهم قوي الجزء تعرفها كويس برضه اي حاجه هايلايتد هي المعلومه اللي انا عايزك تطلع بيها النهارده قلنا ان الميزوما معلومه انها بيت موست كومن تايب اوف برايمري بيناين تيومر لو انت تيومر بتاسس سكندز ودي موست كومن وبتاسس ان انتو برايمري برايمري بيناين 75% وبعدين 25% موست كومن اوف بيناين از ميزوما 50% والموست كومن في التشيلدرن رابدو مايوم صح كده؟
والسكند كومن لايبوم. خلاص هنقول لها بتيجي لايبوم. بتيجي امتى الميكسوما؟ مش في اليانج في مين، في الميد ايج في مين، اربعينات خمسينات. يعني فيها قطعات سهله في اليانج في مين؟ لا مش في السن ده، من 30 ل 50 سنه او 60 سنه. الفيميل اكتر من 70%. في نوعين مهمين من الميكسوما، حاجه اسمها سبورادك وفاميليا. سبورادك يعني ما عندهاش حاجه تجي لها الميكسوما بس. كان في 90%. امال الفاميليا 10%. يعني ايه فاميليا؟ يعني في جينيتك بريديسبوزيشن ليها، يعني اثنين على طريق جيني دي في شكل سندروم. هي المود اوف ترانسميشن كروزوما الدومين. السندروم المشهور اسمه كارني كومبليت سندروم. معرفش اشرح لك كده حاجه اسيب شويه في الكارديولوجي عشان تحس السندروم دي، يعني مش متعودين على السندروم زي بتوع الرضبه، لكن في عندنا كام سندروم المفروض يبقوا معروفين. في سيستم ميزيشن بيمشي بالظبط كده. هتلاقي ده بيصير في مش شكل او اكتر من مجال اخر مش فاهمين، بس الاس اس هتمشي عليه. تمام كده؟ فهو كومن في الفيمين، كومن في الميد اتش، كومن في الاسبرادك، يعني ما عندناش اي حاجه الا بس ميزوم، والباقي في الفاميليا. خلاص كده؟ نص كومن سايت هو اللي في ايه؟ انت شايفين معنى ان انا بتركز ازاي؟ انت محتاج تعرف البريفلنس والتيومر، محتاج تعرف الاتش والسكس والسايد بتاعه وشويه كلام عادي. يعني الكلمه هنا المهمه في الزوم سبورادك ولا فاميليا، وايه السندروم اللي معاه، وتعرف ان هو 50% بيجي اكتر في المين، بيجي في المين اكتر من المين 70%، بيجي سبورادك 90%، بيجي كومن في الليفت ايتريا. اكتر حته في الليفت ايتريا فين بقى؟ فين؟ ابندج؟ لا لا، فوسا او بيبس. فوسا او بيبس، فوسا او بيبس دي زي ما انت انتر لايف ساعه التكوين السيبتم، كان بيحصل برايمري سيبتم وسكندري سيبتم، وفي الاخر بيسيب الفوسه او بس منطقه الالحام بين التو سيكتر اللي بينزلوا من فوق ومن تحت. ده كلام بيولوجي. المهم الفوسه او دي لو انت جبت اناتومي، لو انت في الاناتومي كان الكاتات الاناتومي يفتحوا لك الهارت واللي في ايه ومش يقول لك على حته ديبريس دي كده ويقول لك هي دي فوسه او بس. ده كان اللقاء البرايمري والسكند سيستم ساعه تكوين السيستم في الانتر لايف. هو ده اكتر مكان هو اسمبشن عباره عن ايه؟ ميكزون تستشيشو. هو الميكزوزيس ده كان موجود فين؟ امبريونيك، صح كده؟ فين المكان فيه امبريونيك ريمنت؟ هو فوسو ده بيطلع منين؟ فوسو بصص صح؟ يعني ده كلام منطق؟ فده اكتر مكان فيه ريمنت امبريونيك شهر، فبتطلع منه الميكزو. عشان كده ده اكتر حاجه زرادك، بلاش عارف الزرادك اكتر حاجه تطلع من المكان ده. في ناس بتقول سيول، البوسيول تيومر نوت بناين، نص نوت بناين. والسيريو ليفت اوري، يعني انت لو شفت تيوم طالع من السيريو ليفت اوري ممكن يبقى مجزومه، بس الاحتمال الاكبر ان هو ما يبقاش مجزومه وما يبقاش بناين. فدي مهمه ليه المعلومه دي تتفتح؟ عشان وانت بتعمل ايكو لو لقيت فرصه بس لازم مجزومه. طب لقيت تيومر شبه المجزومه بس طالع من السيول، ما تبقاش بناين او تفكيرك بتفتكر ايه مجزومه، ما تبقاش مجزومه. يعني لما تقلق شويه او تتخض شويه على العيان او تبتدي تفهم الجراح لا طالع من السيول وتعمل تي وتشوف طالع منين بالظبط وتقول له خلي بالك، يعني يعمل وايد ريسكشن مثلا يحلله على طول، يعني لازم يبقى حريص شويه مش بتزوم وخلاص. عشان كده كانت المعلومه دي هنا. نفس الكلام ماجورتي زوادك سمر فاميليا اللي هو كارني كومبلكس روم. ده بيبقى فيه حاجات مميزه زي سبوت سكين بيجمنتيشن، بيبقى بلوني فايت، بيعمل كارديك نون كارديك زوما، يعني عنده زوما في الحته الثانيه، وبيبقى في اندوكراين اوفر اكتيفيتي وشوانومز وسيكلر سيرتولي سيت تيومر. دي كومبوننت كومبلكس الشاشه بتاعت حضرتك، بس تعرف حاجه اسمها كارديك كومبلكس وفي الحاله عندها بيجمنتيشن. حلو قوي. واحد فاكر سيكلر تيومر ماشي. المهم تكتب اللي هو ميكزومز ومعاه شويه حاجات ثانيه جنرال. تمام؟ اهم حاجه هي اظبط البيجمنتيشن او البيجمنت الواي دي. كان في زمان سبسس ليها او اسماء ثانيه اسمهم نيم سندروم او نيم انفصال نيفايت النجوم النجوم نيو فايبوما افيلايز ولام سندروم. ماشي، كل ده مش موضوع معنى حاجه بس كارديك كومبلكس او بيسموه ساعات سندروم ميكزوم. ده الفرق اللي بينهم، دي مقارنه ما بينها بين السكورات الفاميليا. سبورادك اسوليتري تبقى موجوده 90% موجوده في الليت اتريم في الانتريتر سيستم من الفوس اوفيرس بتحصل ساعات حاجه ثانيه. طب الفاميليا بقى في يونجر انديدو اصغر شويه سكند سيرد جيت مالتي لوكيشن، يعني تبقى مالتي سنجل
طبعا هي اتش كومنت بتبقى اوتوزوما ترانسميشن بيبقى معاها حاجات ثانيه نون برضه. تمام. مهم قوي بقى ان هو يعمل دي فاميلي سكريننج مانديتوري لان انا عارف في اوتوزوما ترانسميشن بتاعتها ممكن تبقى كل يوم عندهم خلاص كده. فلازم فاميلي سكريننج في الاوتوزوما دومينانت او في الفاميليا الميكزوما. شويه صور بقى للميكزوما ادي شكلها بيطلع على السيستم ده اللي في الايتريم رايت ايتريم وده السيو نيجاتيف واللي جايين هنا الدرمانيا في الايتريم ادي انت السيستم ده اللي انت في السيستم ده اللي في الاول ده كان اول مره مش باين التيومر طالع لنا من الايتريم الانت السيستم ماشي وراي المايكرو ده تيبيكال بوزيشن للميكزوما. ده شكلها سيركلي ده تفاحين اللي في الايتريم اهو وادي الميكزوما بتتكون انكابسوليت شكلها سموث كده ساعات ما بتبقاش سموث ليها كذا شكل بس سموث كده بتبقى بالشكل ده. دي الاعراض بتاعتها. الاعراض بقى مش نوعية الاعراض هي بيجي لك كونستيتيوشن سيمتوم بيجي لك بوزيشن المانيفستيشن بتجيب ديسنيا بتجيب على حسب مكانها نفس الاعراض هتالفها على الانانيموس في الايتريم تقلل الاعراض اقل حاجه هنا ايه هتقفل المايتر بتعمل بوزيشن ديسنيا وتعمل مانيفستيشن اوف مايتر سموز لو ديسنيا اوف سموز لو ديسنيا اوف سموز زي الكونستيتيوشن مانيفستيشن. هل ممكن امبولايز؟ طبعا احنا قلنا في كل الازيز دونت فورجيت امبوليك مانيفستيشن ممكن تحصل نتيجه التيومر سيلز بقى ريجلر يتكون على عليه امبولايز صغيره او حصل بارس اوف ذا تيومر ديتاتش فيجي له امبوليك مانيفستيشن. امبوليك كده تبقى فين؟ موست اللي صار يعني دي سيستميك يعني هيجي لازم يبقى بارس تمام كده. اكتر حاجه جامده سوري رامبلينج ميرمر سيرد هارت ساوند اللي هو تيومر بلاب بلاب ده انا حاسس ان انا بيعدلك المانيفستيشن يعني ممكن يجيب لك مايتر سنوزس لو حصل انجي مايتر بيعمل لك ريجوليشن او ديسنيان سينكوب مي بي بوزيشن. المايتر ده على فكره لو حصل فيه اوستراكشن فيه سينكوب برضه لان هو نفس الفكره ده ما هو الفلو بيمشي من الليفت انت ده اورطه لو الفلو قال من الليفت الاورطه ما هو مش هيروح سيستميك فالعيان هيجي سينكوب برضه. لو حصل التيومر ده قفل المايتر بقى خلاص دي الدستور هاي سينكو لان مش هيبقى عندك كفايه ميوس سيستم. الدياجنوز طبعا هي يعني ده دياجنوز ايزي بالايكو ترانسوسوجيريال ايكو وتحديد مكانها. كارديك استرايزيشن عادة بيبقى عشان بري اوبرت اساسيس كوين انج يعني انت ممكن تكتبها كانستيجيشن لو عايز تزود بس تقول عشان بري اوبرت كوين انج. تمام. الباثولوجي بقى بتبقى سموث او راند او فرايد او ريجل على الفيلا سيرس هو اللي بتبقى اكتر امبولايزنج. تمام كده. ممكن تبقى سايل او بيدونكيتد بتبقى 4 على 8 سم في الويدث بتاعها بتطلع من الجلوريال ميكانيزم كمان تشوف فيها اللي بيكسر ماشي. ده شكلها بالترانسوسوجيال انكو ده اللي ريت ريفرنت ده اللي بيكفوشن بالترانسوسوجيال انكو. هنا شايفين البروتودنج زي المايتر اللي هي اللي بيدونج داستور هيوز ميس طلع من اهي ده ما كان فوق سوبر بس في الترانسوسوجيال شايفينه. واحده ثانيه اهي ادي منظر الميكزوما وده منظر في الترانسوسوجيال هنا اللي بيبدل اللي شايفين ده اللي بيبدل بيشاور عليهم شايفينه واضح جدا. وده ادي انت السيستم طب الليفت تايم والرايت تايم وده ده مكان فوق سوبر بس ده فيه معقول شويه يعني الاوبريتور عاوز يجي شويه فاهم مش مهم فده ده اللي مين ورا يعني فاهم ازاي يعني ده كل اللي ما نشوفش اشوفه على الماوس كل ده انت بتكسر ماشي. وده ده منظر الميكزوما سيرجيكال. طيب تعملها ايه؟ ريسكشن طبعا. هل ممكن نتابعها بس؟ لا عاده في الميكزوما لازم نشيل ونحلل اي تيومر لازم نشيل ما عدا ما بيبقاش سمول عدا هو 4 8 سم 4 8 سم ليفت اند دي حاجه كبيره. السمول ده بيبقى نسبه قليله قوي يمكن في الكارني كومبلكس او هي مالتي بوسمول ومتطوره ممكن يكسب. هو صوته طبعا انتوا متخيلين احنا بنتكلم بسهوله او سكشن انتوا مش متخيلين يعني انت تفتح قلب وبالذات في بعض التيومرز الزنانيسي ده ان اوبرم يعني انت مش متخيل في حاجات ما ينفعش تسال انت بتكتب سيستم شايف في سيستم انت بتكتب عين كومن شيمبر اللي فيه ار بي فاحنا بنتكلم الريسيرش ده ببساطه حاطين من رجل على رجل لكن الجراح عنده وضع ثاني خالص يعني قصدي انت ممكن عندك انت تروح بقى للجراح جوله
وانت يا باشا فاهم قصدي؟ يروح يجرب لا مش هنشيل لا مش هنشيل والعالم ده يقدر. فانا قصدي قصه اللي هو سيرجكسيشن بالسهوله دي اتليست في مصر مش قوي كده. خلاص انا عايز اقدم لك كده بتحاول تقلل المغرب شويه عشان تقلل المغرب من الكوليسترول. لا الجزومة سهلة في جزومة تانية بتعطشها لكن الجزومة بتشاشة انت بتتكلم عن الجزومة بتتكلم جنرال الالبانس مليكس يعني اصلا المورتاليتي باكس بيكتنسي اقل من 1 يير فاهم قصدي؟ انت عندك مشاكل تانية قبل لك موضوع الشيلو او ان انت تشيلو او سيكو ده بتبقى قصة سنوية فاهم ازاي؟ يعني عندك المورتاليتي عالية في تيومر كتير ما بتصدقش عشان عشان يعني هيدوز اكتر ما فيه يعني في تيومر مثلا بلايت اللي هي جبس مش عارف لو سيرش ولا اي حاجه بالضبط بتجيب لعيب مثلا شويه ريزم او ريما تشوف سيسيت فاهم ازاي؟ فهنا سيرش كان بلوك سيكشن وذ مارجن نورمال تيشو اف اناتوميكال فيزيكال وعاده في السبورادات كيس او اللي هي اللي تيجي في الفوسفا بس سهل الريكارنس از ريل في حالات السبورادات لكن كومن في الفاميليا بيقول لك ال الريكارنس ممكن يحصل لغايه اب تو 4 ييرز عشان كده تتابع العيان لمده 4 سنين. يعني انت دايما عندك كمان الموضوع ده كمان بالذات كونجنتال طبعا. مهم في كونجنتال قوي حاجتين في السيرجري. ايه البوست اوبريتيف كومبليكيشن تبقى عارف كل ديزي يعني مثلا فالو تترارج بعد السيرجري ايه المشكله اللي عندك في العيان؟ يا اما ممكن بيت ريبيرز على الادمنستريشن يا اما يكون ريزيستنس اوف كونجنتس فده لما تيجي تقول اه العيان حاجات دي فهو قصدي هنا مهم تابع العيان فور ريكارنس لمده قد ايه؟ 4 سنين. ماشي الكلام؟ طيب خلصنا من الرسومه كده. في حد عايز يسال اي حاجه؟ كل اخوات الحد ده تعمل ترانسفيرس هو جوني حد بيعمل ترانسفيرس ترانسفيرس جوني عشان تكونفيرم وتفرنشيت من سترونج ماسك تبع الشركه لان بيوريك بقى انت زي ما انت كده بتعمل دي فوسا وبس وتشوف البيدت الاول الصوره بتبقى واضحه كتير دايما الليفت ايتريم شايف الترانس اوسوجين اكتر من الترانس اوسوس ليه لان الليفت ايتريم زي ما بتشوف الصوره فبتشاف كويس اكتر من الترانس هنخش على السكند امبورتنت تيومر اتفضل ممكن تعمل ام ار اي ممكن تعمل ام ار اي سيرجري تعمل سيرجري والكلينيكال سيناريو بتاع العيان لو بتاع العيان في دواء ميل يبقى ماشي اكتر كروموسومز لو في ميل وميدل ايج زي ما احنا قلنا ماشي اكتر ميكزوم صح كده؟ السايز بتاع صعب السيوم بس كيلو جرام بس كده كده ده منين؟ والعيان ما عندهاش اف او ما عندهاش اف هتيجي منين؟ فاهم قصدي؟ يعني قصدي الكلينيكال سيناريو بيحكمك برضه انت لازم تحط عامل زي بيس كده في مكعبات بتاعتها جنب بعض وكمل السيناريو. دكتور من فتره الترشيشيز يعني في ستراكشر معينه يعني ممكن تمشي عشان لو بيجي لها ريكارنس او كده مش عشان تجلد عشان تقلل الهيمولايزيشن شويه. بس هو المفروض الموضوع ما ياخدش واحده انت بتشخصها في الترشيشيز على طول. يعني تعالى على اساس دكتور ما فيش حاجه دكتور طبعا بس انت بتعمل ماشي على عيان على انتيبيوتيك وده اللي انا قلت لك عشان اقلل الدوسور تايم يعني اقلل الريزيستنس كمان مش على كده كمان مش من كده. طيب الراجل ما يقوم احنا قلنا ده نص عمر في الانفا في الوشن صح كده اكتر من مكان هنا في الفنتريكل فبيعمل ميكانيكال اوبستراكشن وريزم كومن يا اشيو حاجه اسمها كيوبرس كيوبرس يعني 80% من الاطفال اللي عندهم رقم مهم عندهم كيوبرس سكلروز. ايه كيوبرس سكلروز ده؟ ده بيبقى بنايت تيومر في البرين او حاجه نيورولوجيكال ديزيز. نعم لا نيورولوجيكال ديزيز عندي يعني هو سبيشيس وبنايت تيومر تمام كده بس هو نيورولوجيكال ديزيز اساس في الاساس يعني بيدرس تبع النيورولوجي فيبقى عندهم في الاطفال دول اللي عندهم كيوبرس سكلروز بيبقى عندهم رقم مهم في الاطفال. هنا الموست بيكيوريال فيتشر اللي الراجل ما يقع هو انت بتقول نشيله ولا نسيبه اللي لو جت اقل من 4 سنين يعني في انفل صغير يوجوالي بتريجريس بتقل لوحدها فما بتحتاجش سيرجن مش هو ده الحل للطفل عشان تشيل له تيومر ممكن زي الجيزي انسب
او ده الكاركتريستيك اللي هو لو جه من نص ربنا صغير تابعه وهيقل لوحده وبس. هو الفكره كلها الديفرنشيشن مع الماليجنسي. الماليجنسي از فيري رير وراجل ديبريسنج والسيرج مش هتفرق فيه المتاتيز فقط. يعني حتى ده بس اللي عنده ضرب وما يشرحهم ده المتاتيز فيري هنا ما بقاش سوليتري تمارتي تمام والسايز بتاعها 1 سنتيمتر او ده عشان الصوت قريب من ذنبه انا مش هشرحه ولا لا اللي هم الماوس يعني بص ادي اللي هي بره السنه اللي اكس يو بتاع الشاشه ليفت مايكرو فالف ال ال في اورتيك فالف ادي اللي في ده سيستم وده الانفيو ده او سي او ده سيستم سي او خلاص وادي ايبيكال راب ايبيكال نيسس بتبقى سيكند وول اوف زي ما يقارني فالبلان نيس كده صغير واحدة ده سنتي ويجي في الأماكن ما بتعملش مشكلة فدي تسيبها هتجريس واحدة وده شاشة لها انترو اوبتيف طبعا عشان من اي حاجة شاشة تطبوش مني اي حاجة ايه؟ مش بشكل حاجة طيب كارديت لايبوما هتلاقوا بعد كده بقى خلاص هم دول من يعني شفتوا لايبوما خدنا فيها سلايد واحد كل واحده بعد كده كل شويه بعد كده سلايد او تو سلايد كارديك لايبوما هي سكن موست كومن بناين تيومر 20% الميديا بيساوي الميل يوجوالي كلينيكال سايد اهم ما يميزها هي تبقى كبيره او تيومر كبير قوي 15 سم اللايبوما دي ممكن تطلع من يا اما سبب اندوكارديا او سبب ابيكارديا وده 25% في كيسز انتوا عارفين البول بيبقى في مايكارديا في بيكارديا في اندوكارديا هي يا تطلع من الناحيه دي يا تطلع من الناحيه دي تطلع من النص طيب لو طلعت من الكارديو سيستم بتقول هتعمل ايه؟ هتيجي في اليوم التام كابيتري سيمتوس. طب لو طلعت من البريكارديوم بريكارديو سيستم بريكارديو لو طلعت من الوول نفسه من المايكارديو نفسه هتعمل ايه؟ انتراسكولار اريزمي سهل من غير ما نعمل حاجه سبب الكارديو كومبليشن اوف ذا هارت بريكارديو بريكارديو سبب الكارديو انتركابيتري اكستنشن وتدينا بقى اول ما بدات تعمل اوبستراكشن جوه الليف اللي تعمل هارت فيلير اف انت فاسكولاريزم طبعا مهم قوي ده مهم في حاجه ساعات لو طلع السيستم بيبقى الفينشن ده مش بتاعها لايبوم انت هايبرفي في انت السيستم لما بيحصل اورد ايج في الميل وفي الويز بيرس ده انت السيستم عاده السيكنس بتاعته نورمالي اقل من 5 سم لو وصل 2 سنتي ده اسمه لايبوميتس هايبر لو عدى 2 سنتي كبير قوي وصل 5 سنتي لغايه 7 سنتي ده لايبوم في الانترسيبت في صوره هنا حلوه اهي ادي الانترسيبت ده اللي انتوا عارفينه صح كده ادي الانترسيبت اهو شايفين السيجنز ده اهو ده تيومر طالع من الانترسيبت لو السيجنز يعني لو انا شفت ده اسمه ممكن ده لايبوميتس هايبر لكن المنظر ده لا اكتر من ده وصل 5 سنتي ولا حاجه صح كده وده هنا طالع من انترفيكتور سيستم ده انترفيكتور سيستم تلقين قوي مش كونسيستنت هايبر او مش شوكم هو ده واحد من الديفينيشنز بتاع الهوكم خلاص كده دخلت اللايبوم متهيألي سهل الكلام كده على كل تيوم ومش عايز اعرفه اكتر من الكلمتين بالظبط اللي احنا بنقولهم عليه نيجي للفايبروما لو احنا لا توصل 4 5 عادي يعني مش من نص لا ممكن تبقى بين البنينين تبقى جري زون لكن 4 5 اكيد لايبوم الفايبروما مهمه ليه عشان هي السكن نص كومن بعد الرب ميوما بتيجي في الاطفال في البدايه في الايجو يوجوالي شريفت واحده بيبقى انت ميورال بي 9 كونكتيف تيشور دي موجوده اكتر في الفنتر والانترفنتيكول سيستم اللي مشهور في الفايبروما اللي هي بتبقى اشير لحاجه اسمها بورن سندروم يبقى احنا كده خدنا نفس الزوج لغايه دلوقتي اللي هم ايه؟ ايوه وتيوب اسكو ده بتاع ايه؟ تيوب اسكو بتاع ايه؟ تيومر ماين ايوه ايه تيومر ماين رب ميوما طب والجورنس مع الفايبروما اللي هي كمان في برضه في البيديات يعني انا قصدي واحده كارديو كومبلكس بتاعت الجوما في اسوء واحده واثنين في البيديات كيوبرسكلوز مع رابو مايوما وجولدن سندروم معاها فايبروما اللي هم الاثنين بتوع البيديات عشان ما ينساش
يعني عشان اساس تيومر ريفيشن سندروم واحده مشهوره فبتكون في حاجه انسان لا لا الجمجمه وليها كلام كتير واثنين في الاطفال واحده كيوس اسكليروزس ومعاها رب ميوم واحده دولز سندروم مع فايبروم خلاص كده سيرجي هنا في الفايبروم مهم بس ساعات بقى لو جايه من انترفيكال سيستم ساعات ما نعرفش نشيل التيومر وبيحتاج العيان راس بلانتيشن الانريسيبل تيومر ده اللي بقول لك عليه لو تيومر طالع من الانترفنتريكولار سيستم ساعات اللي بيبين ايه ما تعرفش بان انا تاتش السيستم كله مثلا فاهم ازاي ده شاشه الفايبروما سولوجي يعني هو عايز يقول لك الفايبر كونكتشوز ازاي كونكتشوز نشوفه وده شاشه السيركلي اهي كانت دي شايفينها هذه دي في ودي اللي هنا طلع من البوستيريور وول اوف ذا ليفت فنتريكل خلاص كده ده بقى تيومر حلو زي انا كتبت بابري فايبروستوما يعني عامل زي ريجيشن خفيف كده فده ما تعرف يعني حلو لما تبقى واقف مثلا او في حد يقول لك قول لي ايه الناس اللي ممكن تطلع من على الليفت وتقول له بقى تروسوم تقول له بقى تروسوم اس لو انا عندي اوتوماتيك ريجيشن ممكن يبقى تروسوم بس على الليفت ممكن يبقى في الكريندوبلايس ممكن يبقى فيريو كريندوبلايس بتاع اللوبس ممكن يبقى بابري فايبروستوما ممكن يبقى لامبس اكسسرسنس بتاع اللي بتطلع يبقى عامل زي الشيش الاكبر موجود على الفيت وتبقى تراتاز باي ماجيشن فانت قلت كام واحده ست فيبقى شاشه محترمه صح؟ انت لاقي مالك في الكريندوبلايس خلاص صح كده وبكتير شومس وكتير ايه تاني؟ ايه ما هي في الكريندوبلايس اي يعني ما ليس سيدي ريبيو كنتم بلاش فلما تبقى عم رصاصه في دماغك وعد هم ست كل واحد تطلع على كلمة كده دماغي The very far is common دي most common في البرفر انتقال اكتر كده بتطلع منها او ورد تجبال هي لو طلعت من الاي دي فال تطلع من الفنتريكولار سيرفس ولو طلعت من ال اي دي فنتريكولار فال تطلع من الاتريال سيرفس يعني من الاي دي فال تطلع من الاتريال سوري من السيمي ليونر فال اللي هو الاورتيك والبلمونه تطلع من الفنتريكولار سيرفس ومن الاي دي فال تطلع من الاتريال سيرفس تاني من المايكرو ريكارد للاي دي فال للاتريال سيرفس تطلع من الاتريال سيرفس وفي السيمي ليونر فال اللي هو الاورتيك والبلمونه تطلع من الفنتريكولار سيرفس الموست كومن سايت هو الفنتريكولار سيرفس اوف اورتيك فال فنتريكولار سيرفس اوف اورتيك فال في شويه انواع من لا انا هقول هنا ادي اهو الجمال اهو صح كده فين الفنتريكولار سيرفيس بتاعه هنا صح فهي دي تطلع في المنطقه دي تطلع في الفنتريكولار سيرفيس اوف سيمي ميرور او تيكال امال لو طلع من الاي في فالف اللي هو المايتل تطلع من الناحيه دي خلاص كده ده بالنسبه للفايبر تمام هي في اوردر شويه الميل فيها بيساوي في الميل ما بيفرقوش عن بعض هي بالصدفه اساسا الموست كومن برايمري كارديك تيومر حوالي 15% يبقى احنا قلنا الموست كومن هو الجوما لا ماشي هي السر مش سكن هي صلاح وبعدين اللايبوما وبعدين البابيلاري فايبروبلاستوما الجوما 50% اللايجوما 20% البيليفايبر
هنتكلم شويه على الباي فايف والاستوما. قلنا فيها في نص من سايت هو الفنتيكال شيبس وورد بال ماشي، ولو جت في الشيلدرن بتبقى على الكلاوز ده تمام كده. بتبقى شكلها زي بقى يقول لك عامله زي السي انيمون. حد شاف سي انيمون ده؟ كل واحد يفتح عشان انا مش عارف. كل واحد يفتح موبايله يكتب سي انيمون يطلع له حاجه بتاع البحر كده عامله زي ما كنت كده فلاور لايك ابييرنس ماشي، وليها باللايت كتير قوي. هي مش لها وضع بعد كده ما انا اول ما اشوف الصوره انا عارف ان الصوره على الهنا فبص عليها على جوجل على طول. وليها مالتي بابلري فرانس يعني عباره عن حاجه ماس وليها صوابع كتير لايك كتير. وبتبقى واحده يوجوالي والسايز بتاعها او اللينس بتاعها 1-2 سم ما بيزيدش عن كده. اللي هي الصوره كانت اهي ماشي، هي بدت كده وليها فرونت لايك ماس كده وليها بابلر وجوجل صغير. وده بيعمل منظر زي حاجه تلمع في الايه كده، يقول لك اسمها ايه؟ اسمها شيمر. خش برضه شوف صور الشيمر دي عشان تفهم شكلها عامل ازاي. كل الكلام ده مش مهم، المهم اللي هي فلاور لايك ابيس وزبيريا بروجيكشن فول ستوب. خلاص كده مشكلتها ايه؟ امبولايزيشن، لان اللايت الصغيره دي بتسيت عليها بتطلع بتديتاتش وبتكون عليها صغيره بتديتاتش فبتعمل امبولايزيشن تمام؟ اهو موست كومن كومبليري او مانيفستيشن سيستمك امبولايزيشن نتيجه اتاتش رومباي وفرجمنتيشن وبابيلاري فرانس اللي موجوده دي تمام؟ وممكن يحصل عليها انفكتيف اندوكلايز. اي مساله عليها ممكن يحصل عليها انفكشن. الايكو دي زي سمول موبايل انكيبيتد ناس زي ده، دي سمول موبايل بتلعب بانكيبيتد ناس ماشي. تانسو سوجير الايكو بيبان هنا كويس قوي. امتى تشيلها؟ قاعده دي لو في بي اي محل ده ممكن تسيبها لو هي صغيره اقل من 1 سم، ولو هي ايه ما بتتحركش. لكن لو كبيرة اكتر من 1 سم ولو هاي موبايل تشيل. ليه؟ لان بيبقى هاي ريسك فورمولايزيشن او طبعا لو عندك فورمولايزيشن خلاص. وديفينشن النوز بتاعتها اللي احنا قلناها كتير اللي منها لامبس او انت تشيلها لو بيبي فرايت هارد تشيلها لو لارج وموبايل وفي بي اف او فيعمل لك رايت ريليشن او هيمو دايناميك سيجنيفيكال لو ليفت سايد اللي هو الموست كومن سايد اللي على الفيكا شيرس وورد بال لو هي كبيره اكتر من 1 سم او امبولايزنج. لكن السمول نون موبايل بتسيبها اوت انت انت تمام مش انت انت هيمنجيوماز ده زي اي هيمنجيوماز في الجسم ممكن تطلع في الهارت. تي في ان اتش دي مشكلتها لو جت قريبه من البريكارد ده تعمل هيمو بريكارد ساعات تعمل ريزنس ساعات تبقى قريبه من الفين وتعمل فيديو بلوك ماشي. معلش كلام انت مهم قوي تعملها لك كسكشن تشيلها كلها ساعات بيحصل لها ريكارنس. اي هيمنجيوماز في الجسم ده بيطلع لها مثلا ريكارنس فالريكارد اللي في الجسم بيطلع لها نفس السلوك ماشي. ده شكلها انتروبريتد ودي شكلها بره. نيجي خلصنا كده براين قلنا في ميزوما رابل مايوما لايجوما فايبروما بابيلاري فايبروستوما وشوشه جلاتا. لكن دول الخمسه بوال المهمين. المالين هناك هم في معلومة يعني موست كومن مالينجن تيوب هارت بي سبب هم انتوا عارفين المالينجن تيوب اسمه ايه؟ كارسينوماس وساركوما صح؟ كارسينوما اللي بيطلع من ايه؟ من اللايننج دي سيلر او دي سيلر صح؟ وال وساركوما بتاع تيشو الهارت اللي ايه؟ كونكت تيشو يعني نص كوما ايه؟ ساركوما 95% ساركوما ماشي؟ واحنا قلنا اللي هو ايه؟ 25% من برايمري كيو معناه ان البرايمري كيو اساس بي 975 عمالين ايه تاني اهو ومليانه قد ايه؟ 25 وسكندري كارد مليانه صح؟ ساركوما موست كومن مالينجن تيومر سكند موست كومن. ليه سكند موست كومن؟ حتى عارف الكلمه دي ليه؟ يعني شوف احنا عمالين نقول مالينجن ليه سكند موست كومن؟ ليه سكند موست كومن؟ انا كنت هشيلها بس لقيتها يعني معلومه حسابيه وانا اضغط فيها الجو كده
هو سكن موست وومن برايمري تيوم مش ملك خلاص السكن ده جنب يعني هو دي موستكم في البرايمري تيوم ده سكن موستكم يعني بعد المجسوم على طول ايه لا لا الارقام دي حاجه حسابيه يعني انا استشرحها هو البرايمري تيوم بتتاسس ازاي بين 95 و 25 المالجنا دي ايه ساركوما يبقى هي كام 25 صح كده امال البرايمري كام 75 المجزومه كام 50 من 75 كام 45 في حاجه ثانيه اكتر من 25 اللي هم اساسا كانت 20 ده 25 صح يعني بس فاش هو 25 من ساركوما اذا تعتبر سكن كوما بعد النجوم صح تمام لو قلنا مصمم التيومرز كلهم هنقول مجزومة طبعا سكنز اول حاجه بعدها مجزومة بعدها ساركوما تمام كده وبعد كده لاجوما فايبروم تمام كده لكن كوليكتيف كل الديناين اكتر من المالجنين كومن مين طبعا اي ساركوما اي مالجنسي الحمد لله ربنا بيحمي الستر منه دي فضلا يعني احنا المصابين بالمالجنسي اهو كل المجنس يكاركترايز باي رابد داون هيل فورس كلهم المنتج جري هاي ما بيعدوش السمع كده نتيجه رابد جروس نتيجه هيمو دايناميك كومبرومايز ولوكال انفيجن يعني ميموراج افيوجن اوف ذا سيندروم وده ديستنت ميتاس المنتج عالي جدا السيرجن تايب موست كومن انجيو ساركوما بتمثل 30% من كل الساركوما اللي بتيجي في هارت كومن ليها شايفين كل ده بورد اهو بورد يعني حاجه مهمه الانجيو ساركوما كومن في الرايت اتريوم الميل اكتر في الفيت بالعامه وبتيجي في الادلت اللي بيجي في الاطفال الرغم ما يشاركهم خلاص كده ساعات يقول لك ممكن تسمع كونتينوس ميمبر في الانجيوساركوما عشان لا بس ماشي جوه التيوب زي اي تيوب في الدول الرغم ما يشاركهم 20% وبيجي في الاطفال ده النص ما يشاركهم بيجي في الاطفال ماشي كونتينوس ميمبر لان دي ماشينري تو اند فروم زي بتاع الكولاترال ما بلاد بس يمشي على البلاد في السولو وانا لو بيجي انت اتش اي في ليه في فاينانشال عشان انه كومبرومايز ولا سبب انفكشن بعد ما نهرب فيروس طيب يعني لو حاجه اسمها كابوس ساركوما العيانين يبقى عندهم كابوس ساركوما انشا ساركوما واحده منهم تمام تريتمنت سيرجن نوت افكتيف تو ستاب ديجنوزس اوكيرنس اوف ذس انتسيس اند مورتاليتي ليد تو بروجنوزس ريل شايفين ان يوز هي ان ديجوز اوف انشا ساركوما يعني كيما هو كل ده النيوز بتاعه اخر حاجه تارجت بس في معلومتين كلنا بنطلع اول معلومه اللي هي ماتش مور كومن 30 ل 40 مره حد البرايم خلاص كده دي سهله اللي هي اكتر ناس اكتر من البرايم في معلومتين بنطلع اكبر فيه اكتر تيومر بيجي سكندز هو البريست واللانج لكن اكتر تيومر يحب الهارت هو المالجن الميلانوما يعني المالجن الميلانوما يحب يروح الهارت خلاص كده البريست والنام ما يحبوش الهارت ده يجي في البوني في البرين بقى حاجه ثانيه بس هو النص تيومر اللي بيجي في الهارت ليه عشان هو الاشكى يعني هي تيومر اكتر من المالجن الميلانوما فالنص تيومر بيتكسس بتبقى من النام والبريست لكن التيومر اللي بيحب الهارت يروح له على طول اول ما يموت ولا المالجن الميلانوما فاهمين الفرق المعلومه دي مهمه قوي مالجن الميلانوما هايست بريديكشن فور كارديك ميتاستاسيس لكن الموست كومن من البريست ولون كانسر فاهم النقطه دي ممكن ناخد قدامها كده 5 دقايق يعني اللانج والبريست تيومرز كتير خلاص كده يعني كومن فتلاقي انسس بتاعته في الهارت اكتر عشان هي مور كومن تيومر خلاص فبالكسره هم يبقوا اكتر لكن مين التيومر يعني بس اللانج والبريست هل كل ما بيجي يروح الهارت لا ريال لما بيروح الهارت خلاص كده
لكن نيوميريكال اكتر فهار بالنسبه لحاجه ثانيه. لكن الميلانوما واحده اذا كومان سايت بتنسى ساعتها بتحبها هو الوار هارت. ممكن واحد يلاحظ في النقطه دي لو حد مش فاهم مشكله. قول في تايب وسط الكل تايب او ده اللي كنت في اما في ما فيش حاجه فوق من تي ام يمكن البرين رايت سايد والبرمايتين صح الاتيم وبعد الفاتك والدايك هم الاربعه باثويز للميتاسيس على الهارت يوجوال بريزنت سمول ومالتيبلز تمام. البريكارديوم والنص كومن سايد والنص كومن اللي في مانجنج منهم ماشي. البريكارديوم كيف البريزيشن بالبند والبريزيشن والتيومر ان سامري البرايمري كات تيومر ريير كل اللي احنا ده ريير وفي الاخر بعد ما تضيف بعض بس احنا هننساه وفين وفين لما نشوف مكزوم عشان هو ايه في الاخر هو ريير ديزيز غير الاسكيميك ديزيز. انت خمسه كام واحد يعني النسبه دي اللي بتعرفها اسكيميك ديزيز هي المعروف كده 25 ده مش 50 خلاص كده يمكن كل اثنين على واحد من السكيم لازم يقدر فاهم قصدي يعني انت في حياتك 25% من عيانين بيبقوا سكيم كام في المية كام عيان بيجي لك تيومر واحد في السنه شايف الفرق يعني انت لو بتشوف 20 عيان في اليوم مثلا كل يوم هتشوف 5 6 عيانين 10 عيان سكيم لكن الكارد ما تشوفه امتى مره مرتين في السنه شايفين فرق النسبه دي عشان كده هو يعني انا عشان احضر المحاضره دي قعدت كتير عشان افتكر المعلومات كلها ولا كلها لكن انا مثلا امبارح او اول امبارح ما كانش عندي المعلومات كلها لكن معلومات الاسكيميا مش محتاج احضر المحاضره واحنا قاعدين ليه؟ لان انا شغال كل يوم فاهم قصدي؟ وده بالنسبه لك برضه بالنسبه لاي بروفيشنال وورلد وايد فاهم ازاي؟ فدي المعلومه اللي عايز اعرفها من ريال ديزيز و بريفلنس ديزيز بس ده ما يمنعش ان انت تبقى عارف معلومات مهمه يعني لما يقولوا لي ايه تيومر لقينا حاجه جامسه على الليفن اقول لهم فطار ربي في الاستوم لقينا ناس بتبتدي تتفرغ في الجوم لقينا ناس موجوده في الرايت اتريوم وشكلها غريب طبعا عشان تكون انا شاكوم فقصدي لقينا ان التيومر بتضف دي غير الرغم يعني انا في الاخر اللي في مخي الاربع خمس مرات اللي انا عايز اطلع بيهم كل اللي ما اعرفش السؤال الثاني دي ناسيه يعني عايز ناسي يوم سكلوز يشتغل مع رغم يوم مثلا فاهم ازاي؟ ناسي المعلومه بتاعت اللي هي السندروم التاني مش اللي ما عرفش هو ماما جولدن سندروم تمام كده اهو انت فاكر نسيته من بعد ما فاهم ازاي؟ مش شويه ده انت عملتها معايا فاهم قصدي؟ كريتيك برزنتيشن بيز اون اللي احنا خدناه يا اما جنرال يا اما لوكال يا اما امبوليك تمام كده ايكو تي ده مهم في الدياجنوزس كارديو ام اي فور فيشيش بارتيزيشن مهم وتريدنج يوجوال انفولفز سيرجري فور ذا تيومر تمام شكرا حد عايز يسال حاجه خلاص احنا هنستوب كده صح